طيب في هذا الجزء الثالث من الفيرست، من مقدمه للفيرست اوردر لوجيك، بدنا ناخذ مقدمه برضو هاو تو فورمالايز او فيربالايز ستيتمنتس. يعني عندنا جمله مكتوبه بالفيرست اوردر لوجيك وبدنا نعرف نحكيها ونكتبها باللغه الطبيعيه او العكس. لما بقول verbalize يعني اعملها، يعني وكأني بقول لك انطقها. verbalize يعني اكتب، انا عندك جملة زي هيك بدك تكتبها في ال في يعني في informal language، لان هاي اللغة، هاي اللغة formal statement، هاي نسميها formal statement. بدك تكتبها بانفورمال لانجويج. انفورمال لانجويج يعني باستخدام لغه طبيعيه. بدي هون اعطي، طبعا انا يعني بدرسها بالامثله، ونرد نرجع في محاضرات بعدين نحكي كمان عن هاو تو فيربلايز وفورمالايز اذا كانت في عندنا اكثر من فاريبل. بس هلا كل الامثله اللي نتعلمها هي انه في عندي يعني فور اول وحده او ذير اكزيست وحده بالجمله، بس مرات ممكن يكون اكثر من فور اول وذير اكزيست بالجمله، فهذول بكونوا في محاضرات اخرى. لو عندي هاي الجمله، هاي الجمله بتقول اي او كل عدد او ريال تربيعه اكبر او يساوي نفسه. فكيف بكتبها؟ بقول the square، يعني هلا طبعا في لها اكثر من كتاب، يعني ممكن اقول هيك انا اي ريال نمبر، سوري بالانجليزي اني ريال نمبر اتس سكوير از مور ذان زيرو، مور ذان اور ايكوال زيرو. ممكن اقول اول ريال نمبرز، ممكن اقول اني ريال نمبر. هذا كله قراءات، احنا بنقول لغه، هاي اللغه الانجليزي والعربي وهاي اللغات الطبيعيه، هاي تعطيك مرونه عاليه جدا انك تحكي اللي بدك اياه باكثر من صيغه. قد يكون بعض الصيغ ممتازه، وقد يكون بعضها حتى لو كنت حكيتها باللغه بتكون لا زالت غامضه. فمثلا بنقول the square of every real number equals or more than zero. The square of all ولا every ولا any مفيش مشكلة، حسب السياق. انت طالب مش لازم يحشر نفسه في سياق، دائما يستخدم نفس التيمبلت تبعت القراءة، ما بزبطش معه، بيطلع جمل معجكة في بعض الحالات. فكل جملة نختار لها الكلمات المناسبة لها. هاي كلمة all أنا هون بفضلهاش، ليش؟ لأنه the square of all real numbers، هون all يعني كلهم مع بعض، ولكل واحد فيهم، كل واحد فيهم the square of every real number equals or more than zero، أو the any أو every real number its square is equals or more than zero. هذه عدة قراءات. هاي الجملة شو منقول؟ هاي برضو للتعميم الريال نمبرز، تقول انه اكس تربيع لا يساوي ناقص واحد، فممكن اقول the square of every real number ماله does not equal ناقص واحد. طب هاي هلا بقدر اقول some، بقدر اقول at least one، بقدر اقول اللي بدي اياه. الشطارة اني اطلع جملة، الشطارة أطلع جملة ما يكونش فيها أي غموض. يعني في غموض لو كتبتها هيك، بسأل الطلاب، في غموض لو كتبتها حتى هذا بالإنجليزي أو بالعربي ممكن يكون فيها غموض، طبعا ممكن يكون فيها غموض، فأنا بحاول أكون دقيق وتكون جملتي قواعدها ومكتوبة صح. فبقول مثلا some، أو خلينا أول شيء بدون قبل ما نقرأها بالطريقة، خلينا نفسرها. بيقول انه في بعض الارقام الصحيحه الموجبه تربيعها
يساوي العدد نفسه. ممكن هون تشاطر أكثر من قراءة. مثلاً there is أو بقول some, there is أو some أو there is at least one. Positive integer equals its square. There's يعني لو قلنا some positive integers بزبط. There's at least one positive integer برضو بزبط. There is a positive integer. الـ a هون معناها some. على فكرة مرات الـ a معناها any. There is a positive integer. يعني في a positive integer. طيب هاي يعني بتحكي انه اذا في عندنا x اكبر من 2 اذا في بيكون then او بيكون تربيعه اكبر من 4. فممكن هاي for all. For all يعني كل الاعداد الريال. كل الاعداد الريال. ف every real number او بقدرش اقول every ابلش ب every لانها لاحظوا انها في اللي بدي احكي عن if then. If a real number is more than 2, then its square is more than 4. If a real number more than 2, then its square is greater than 4. هاي قراءات لجمل فورمال نقراهم بالعربي وبالبلدي. يعني أول واحدة the square of every real number equals or more than zero تربيع أي عدد حقيقي يساوي أكبر أو يساوي صفر. هاي تربيع أي عدد حقيقي لا يساوي ناقص واحد. هاي يوجد عدد صحيح يساوي تربيعه او مربعه يساوي نفسه اللي بدي اياه. هاي اي عدد اكبر من 2 تربيعه اكبر من 4. لاحظوا انا قلت اي عدد يعني ما قلتش for all هون. قلت اي عدد تربيعه اكبر من 2 تربيعه بس هي بتتضمن الفور اول. طيب العكس لو عملنا العكس هاي فورمالايز انا اعطيتك هلا الجمل باللغه وبدك تكتب لي اياها فورمال. قول all triangles have three sides. فمعناها تبدا تكون ايش هاي كيف بدها تكون all for all. انا بدي احكي عن اشياء ممكن نقول for all نقول for all مثلا خلينا نقول تي وتي تنتمي الى تريانجل مالهم have three sides. أو هاي مباشرة أي هاي all في عندي all t تنتمي للتريانجل بدي احكي صفتها انها have three sides او three sided. ما قلتش have three sides هذا انجليزي انا بسميها البريديكت زي ما بدي. ملاحظين؟ طيب no dogs have wings
No dogs have wings. الكلاب ملهاش أجنحة. فهاي تحكي على برضو جملة تعميم. لاحظوا أول شيء بسأل هي for all where there exist، هل هي جملة تعميم ولا تخصيص؟ هاي جملة تعميم. إذا كانت جملة تعميم فبقول إيش for all بدي أحكي عن مثلا دي تنتمي لدوغ. طيب أيوة هلا بقول have wings أو has wings لأنها بالمفرد have wings x. هاي شو الجملة صارت؟ صارت كل الكلاب كل الدوغز has wings، بس أنا بدي no فبحط not. كل كلاب ما لهم مش wings. لاحظين؟ some programs are structured. some يعني there exist واضحة. programs تنتمي إلى program. مالهم؟ بدي احكي صفاتهم، صفاتهم انهم structure. some programs are structure. معنيها طيب شوفوا هاي if a real number is integer then it is a rational number. if a real هو ما كليش لا for all ولا there exist. بسأل حالي سؤال هي جملة تعميم ولا جملة تخصيص؟ جملة تعميم واضح. if a real number a هون معناها a فجملة تعميم معناته for all. اوكي if مدام if معناته هون في if then. هلا بحكي عن x أيوة. X مالو is a real number. real ينتمي إلى real numbers. طيب is integer يعني إذا كان هذا real number integer معناته هو هذا real number بيكون مالو rational. هيك واضح؟ طيب all bytes have 8 bits. all bytes have 8 bits بحكي على تعميم وبحكي على صفة بعض الأشياء يعني نقول مثلا 8 8 بت في اشي صفته انه 8 بتس شو هو هذا مثلا اشي ان طيب 8 بتس ماله بعد تعميم all bytes هذولا انمي for all n تنتمي الى byte بعدين for all يعني أي byte له صفة إنه 8 bits. طيب no fire trucks no fire trucks are green. سيارات الإطفاء ولا واحدة لونها بيضة. خلي النو على جنب. fire trucks are green سهلة. شو بقول أنا؟ بس for all X تنتمي إلى إيش؟ إلى تراك وهي وجرين X بحط نو ما يعني هاي بتكون كل تراكات هذا تراكس ها كل تراكس مالهم مش إيش مالهم مش صفة إنهم جرين بهاي الطريقة
احنا هاي مقدمة لكيف نكتب باللغة الطبيعية من وإلى اللغة الطبيعية. إذا كتبنا يعني إذا عندك الجملة هاي باللغة الطبيعية وبدك تكتبها في اللوجيك بنسميها formalize. إذا العكس إذا عندك هاي وبدك تكتب هاي فأنت verbalize. verbalize يعني وكأنه verbalize يعني انطق. قبل ما ننهي في عنا بس بدي أورجيكم إنه في قد يكون عندي أكثر من صيغة لكتابة. كيف يعني؟ لاحظوا إذا أنا عندي for all x تنتمي إلى square وهي rectangle يعني أي مربع أو كل إشي إذا كل إشي مربع هو مستطيل له صفة إنه مستطيل يعني كل إشي بقرأها أنا كقراءة حرفية على فكرة كل إشي هو سكوير يعني كل إشي سكوير يعني مربع هو ريكتانجل مستطيل كل مربع هو مستطيل أو بقدر أقرأها هاي القراءة سوري مش أقرأها أكتبها هاي الجملة نفسها for all x او ما كليش تنتمي يعني استاذ انا بقدر اكتب ما اكتبش تنتمي يعني بقدر اكتب for all وبحطش بعدها هون الدومين بتقدر for all x و y بدون ما تقول الدومين تقدر for all x if x is a square then x is rectangle أو بقدر أكتب زي ما هو الكتاب بيستعمل for all for all squares x dot x is rectangle. هاي القراءة ما بدنا إياها هاي طريقة الكتاب. ليش ما بدنا إياها؟ هاي مش واضح إنها لوجيك 100%. الكتاب بيستعملها بس الكتاب السكشن اللي بعده بصير كلكم تستعملوش هاي استعملوا هذيك استعملوا اللي أنا علمتكم يا أول واحد. فبزبط اني ما حطش التنتمي ما حطهاش هاي هون وبزبط اني ما بقدر برضو ما حطهاش واقول اف سكوير بزبط. لاحظوا زي هاي مثلا for all x او خلينا نقراها كل فلسطيني بحب كل فلسطيني بحبوا القدس او بقدر اقول اي اشي أي إشي الكلام والبرايات والمحايات والسيارات والشوارع والطيارات أي إشي والنمل والشجر والناس فلسطينياً هذا الإشي إذا يعني إذا كان في شرطه إنه فلسطيني وبحب القدس هاي الجملة وهاي الجملة the same هذول الصياغ مختلفة لنفس الكتاب بالضبط. يعني بدل ما احط الدومين احطها بصيغه الدومين هون بقدر اقول اضيفها هون خليني امحها هون هاي بقدر احطها هاي واقول هاي بين قوسين بي واحط ام ملاحظين زي برضو هاي سم وسم ايش الدومين لبي يعني سم بيرسونز لايك جيروزاليم لا بديش احطها بحطها كام برضو بصير هذا كل هذا بصير بال انا قلت لكم هاي تايتل ديفرنت رايتنجز للوجه وهاي اخر شغله بس للتذكير هذا حكيت عنه انه بعض الكوانتيفايرز اللي هم الفور اول اوف ذير اكزيست مايت بي امبليسيت ما تكونش مرات انت بالجمله واضح انه في فور اول او اني او سم زي واحد بيقول لك اف ا ريال اف ا نمبر از انتجر ذن ات از ا ريشنال نمبر هاي الجمله فور اول
بس مش مكتوب يعني مش مكتوب فيها any او for all او انت على زي هاي مثلا if a person was born in Hebron then he or she is خليلي انت بدك تسأل حالك سؤال انها تعني من التخصيص بس ما فيش اشي بيدلك هون انه في quantifier فهاي بحولها للوجيك بالطريقة هاي for all x تنتمي لبيرسون إذا x born in Hebron معناته هو خليلي وبقدر أقول مثلا people who like hummus are smart برضو وين ال for all there exist هل هي some ولا all people who like hummus are smart أي واضح إنها تعميم مع أنه people يعني كل الناس فبدنا نلاحظ انها قد تكون implicit هاي مثلا for all person اذا x likes hummus then x is smart هذا يعني اخذنا عن how to formalize or verbalize statements قد تكون بعض التفاصيل الاخرى ستورد في الverbalization والformalization تورد في المحاضرات والتسجيلات القادمة.